عندما نذكر هويدا ابنة الفنانة الكبيرة صباح نتذكر أغنيتها لها، ويعتقد الكثير أن علاقتهما كانت على ما يرام، ولكن تداولتها الصحف. واليوم نستعرض معكم كيف كانت علاقة هويدا ووالدتها الشحرورة. هويدا لم تكن الابنة الوحيدة لصباح، فكان لدى صباح ابن آخر يحمل اسمها وكان يقيم مع والده. وارتبطت صباح كثيراً بابنتها هويدا وكانت علاقتهما فريدة. شهدت علاقة الصبوحة بابنتها لحظات سعيدة وأخرى لحظات خلاف، واحتلت خلافاتهما عناوين الصحف. وإلى الآن لم يعلم كيف كانت علاقتهما، هل هي علاقة سوية بين أم وابنتها، أم أنها علاقة غيرة من الفتاة التي غارت من شهرة والدتها. وتحدثت جانيت فاغالي ابنة شقيقة صباح في لقائها بالبرامج اللبنانية عن قوة علاقة صباح بابنيها، خاصة ابنتها هويدا. وقالت جانيت قبل رحيل الشحرورة: علاقة الصبوحة بهويدا جميلة جداً، بيحبوا بعض قوي بس ما يقدروش يعيشوا مع بعض. الاثنين طبعهم مختلف بس بيكملوا بعض كل يوم، لكن ما بيستحملوش بعض لما يقعدوا سوا، لأنه صباح بتمحي من يجاورها. هناك أشخاص بيتقبلوا، لم يقبلوا من بينهم هويدا. وكان أيضاً ضمن تصريحات جانيت فاغالي: الصبوحة قالت الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها في حياتي هي إني ما قعدتش مع ولادي كفاية، يمكن أهملت هويدا شوية بس انشغالها في أعمالها الفنية، الأمر الذي تسبب في غضب هويدا من الفن. والبعض يعرف أن هويدا ابنة الفنانة صباح كانت بطلة مسرحية المتزوجون الشهيرة للفنان سمير غانم، فكانت تقوم بدور لينا. وعلى إثر مشاركتها بهذا العمل، تحدث الفنان سمير غانم عن علاقة صباح بابنتها هويدا. قال سمير غانم في أحد الحوارات التلفزيونية أنه لم يكن هناك ترابط قوي بينهما، حتى إن مسلسل الشحرورة الذي عرض في عام 2012 عرض علاقة هويدا ووالدتها، والذي انتابها توتر كبير، بل جاء بالمسلسل وقوع هويدا في حب شخص فضل الارتباط بوالدتها.